Sana çıkıyor bu yollar, inan kader diye bir şey var. صحة وهنا. أهلين صاري، يلا عود. شو وين كنت؟ دقيت لك وما رديت. كان عندي شوية شغل. مشغول؟ أنا بعرف هالشي كتير منيح، خاصة بعد ما صار عنده شوفير خاص. مزبوط. هلأ مو شوفير خاص، يعني لكل يلي بالبيت. شغلت نجمي رفيق آسي عنا. برافو عليك يا ابني، كان لازمنا هيك شاب من زمان. هالشاب آدمي مو هيك؟ ماهر، أنت قدمت الطلب؟ بكرة رح أقدمه. طلب شو بدك تقدم؟ بعدين ليش عم تحاكوا بعض بالألغاز؟ عمي؟ ليكون بدك تسجل هالبيت باسم ماهر، اه؟ أنا وآسيا بدنا نرجع لبعض، بدنا نكتب كتابنا. آه شو حلو. بدك تلبسي فستان أبيض؟ لا ما بدي. لو أنا مكانك برجع بلبسه. شغلة الفستان أنا ما دخلني فيها، بس أكيد كتب الكتاب والحفلة هون بالقصر. ما في داعي لكل هالشي، يعني الموضوع هو شكلي، ما بدي تتعذبوا معنا على الفاضي. وأنا من رأيك، يعني أكيد مو ضروري تعملوا حفلات هلأ، صرتوا كبار على هالقصص. بعدين نحنا ما دخلنا بهالموضوع. بلا دخلنا يا ندرت، راح تصير هاي الحفلة. ما راح تكسري كلمتي يا بنتي، بدنا نكون عيلة وحدة وكبيرة. آسيا انتو اتركوا لي التنظيم لإلي ولا تشغلوا بالكن بشي أبدا. مثل ما بدكن. اتفقنا. حفلة أو خطبة أو عرس أو حنة، رح ترتب لكم كل شي، رح تجلطني. خلصنا يا زايدة، لا تتدخلي انتي. حبيبي ليش صافن وما عم تاكل؟ الشوربة تبعك رح تبرد. لا ولا شي. بتخليني ساعدك بالتنظيم كمان؟ يعني أنا هلأ عن جد بدي أحضر عرس أمي وأبي؟ كتير مبسوطة. إيه نرجس حبيبتي، يا ريت تساعديني، بس بدي منك تقنعي أمك تلبس الفستان. برأيي تقنع عوا تلبس فستان أبيض عادي. منشوف لوقتها. يا ست أمينة، ابنك بده يتزوج هون بالقصر وبده يعمل حفلة كمان. ايه وهيلين رح تنظم كل شي. شو بدك تجيبي لهدية لكنتك؟ هي تأمره بس. فرحتوني كتير بهالخبر يا أولاد. فكرت لا تاكل كتير بلا ما يصير لك شي باخر هالليل، شبك؟ ما بيصير لي شي، شوفي ما ضل شي. لك صرت اكل نص كيلو. هات الصحن. فكرت بدي اقول لك شغله بس لا تعصب علي. ايه لكن لا تحكي شي. بلا مزحك، هلا الموضوع كتير مهم. طيب لكن احكي. لما كان أوغور عم يلعب مع أحمد اليوم، قال له إنه أبوه كان شوفير تاكسي وبعدين غير شغلته وصار يسوق شاحنات كبيرة ومن هالقصص. ها
أخي كان هيك عم بيشتغل وقت كان بروسيا؟ لك لا مو هيك القصة يا فكرات. لك ماهر خبرني إنه بحياته ما اشتغل شوفير وما بيعرف يسوق أصلاً. الغريب من وين جاب الصبي هذا الحكي؟ جلسوم ها؟ اسمعي يا مرتي الحلوة يا قلبي، بس تقولي ما تعصب، أنا بعرف إنك رح ترجعي تفتحي المواضيع القديمة نفسها. هدول أولادي يا عمري، بيكون عم بيألف الحكي من عنده وهو عم بيلعب. طيب ماشي خليني أجي معك، بس بدي أقول لك شغلة تانية. ها؟ كل واحد منهم عم ينام بمحل. ماهر يا حرام كل يوم عم ينام على الكنباية. عم تراقبي غرفة أخي كمان؟ فكرت أنت كيف بتحكي معي بهي الطريقة؟ معقول أنا أعمل هيك شي يعني؟ بس كل ما أفوت على الغرفة بتكون المخدة والشرشف على الكنباية، لهيك عرفت فكرات. ليش أخي ما عمل عملية من فترة؟ بلكي الزلمة بيرتاح على الكنباية، يمكن لسه ما تحسن من الحادث. يا لطيف يا زوجي كيف عندك جواب لكل شي؟ خلص أنا رح أسكت. خلص سكتت لا تزورني هيك. بيكون أحسن، ولا بقى تفتحي هالموضوع منشان ما أتعكر. أوه شو هاد يا سلطانة أمينة، وشك منور من الفرحة، شايفة حظك شو حلو، رح ترجعي تشوفي عرس ماهر اللي كنتي عم تحلمي فيه. شو رأيك هلأ؟ إيه؟ تعرفي يا ريتك كنتي تمنيتي شي أمنية محرزة حماتي، يعني شي قصر كبير أو سيارة أو مثلا مصاري كتير كتار. اسمع شو عم تحكي مرتك. هاي قلسوم يا أمي بس تفرح بتبلش تخبص بالحكي. ماني مصدقة ايمتى يجي هالعرس واحضره، حاسة حالي رح طير من الفرحة. شو عم تقول ست هيلين؟ رح تكون حفلة كتير كبيرة وبتاخد العقل. وانتي يا حماتي لازم تزبطي حالك مشان هاليوم، رح افرد لك شعراتك وارجع لفلك ياهن او بنقي موديل تاني او بساوي لك ياهن مثل تبعاتي بتصيري. خلص يا مجنونة حلي عني. آسيا أنا بعرف إنه عم يزودوها بموضوع العرس كتير عليكي، بس أنا ما بدي إياكي تنزعجي ماشي؟ أنا رح أحكي معه مشان يعملوا كل شي على السريع ويختصروا كمان. ماني مزعوجة لا تعمل أي شي، منلاقي حل بوقتها. ليش لساتها كفاية؟ ما عم بقدر نام أمي، مشغول بالي، بتعرفي إنه ما عندي ولا طقم ولا جرافة حتى. بدك طقم وجرافة؟ مشان شو بدك ياهو؟ أوف أمي، شو بدك يعني ألبس على العرس لكان؟ يعني كبرت وصار بدك تلبس طقم وبدك تحط وردة هون كمان؟ إيه فيني، وبدي مع الطقم كمان بوط جديد ويكون لونه أسود وعميل مع مثل بوطك بابا. وأنا هلأ بدي أكلك أكل، بدي أكلك أكل، تعال هون. أمي خلص النيلو بدي أكلك. لا تخلي بس تعال أنا برشيك. تعال عندي، تعال عندي، بدي أكلك. Hep boşa geri dönüyorsan Nafile beni soruyorsan Sorma Kendini boşa yorma Bak sana kapalı bu yollar Sanma hep iyi bir son var Sanma Boş yere buna kanma Zaman ödemez kefaretini Sanma siler gidişini Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Öyle bir kader ki bu, öyle bir ceza bana. Bin kere vursan da ölmem, ölmem. Son bir sözü varsa hayatın kollarına asla deme. Hep sana çıkıyor bu yollar inan kader diye bir şey var بدك تنام بكير اليوم؟ ايه والله نعسان كتير شبك حبيبي بردان يعني؟
هيلين أنا تعبان. جمال فهمني شو اللي عم يصير، بدك ننام كل واحد بغرفة. هيلين لا تكبري القصة. لا ما عم كبرها بنوب، انت عم تقول انك تعبان اليوم، ولعلمك انا ماني شايفة القصة هيك ابدا. انا مرتك لا تنسى، انت ما عم تقرب علي بالمرة، مليت مني لهالدرجة؟ هيلين انا مو جاي عبالي نتخانق اليوم، عن جد تعبان بس هيك. وانا ما بدي نتخانق اليوم جمال، خلصنا هي الحالة، أنا ما عاد فيي أتحملها. على أساس كنا عم نصلح علاقتنا وأنت عم تحاول جهدك، شو اللي صار هلأ؟ شو اللي تغير؟ أنت ليش مصرة تضغطي علي؟ عم قلك تعبان وبس، يعني ما بيصير؟ معناتها أنا الليلة بدي نام بغرفة الضيوف مشان ما تتضايق مني حضرتك. هيلين شو هالحكي الفاضي؟ معقول تنامي هني؟ لا تكبري القصة أكتر، خلص. حاسس حالي مالي منيح اليوم وما بعرف، يمكن آخذ برد. إذا مرضان ومتضايق بنزل بعمل لك زهورات. لا لا ما بدي شي يسلم، خليني نام بركي برتاح. فاق وراح من بكيره كأنه عم يهرب. حرام يعني يا جمال، شي مرة تفيقني على كلمة حلوة. فاتورة من عند الصايغ؟ انت لمين مشتري هي القطعة جمال؟ ايه آسيا، ما رح تلبسي فستان عرس؟ حتى الست هيلين تحمست كتير للفكرة. لهالدرجة ما بدها فستان عرس. طيب ماشي، انا عم امزح معك لا تزعلي مني. بالنتيجة انت فيكي تلبسي يلي بدك يا. قولي شو رح تلبسي؟ ما بعرف، عم فكر ألبس شي بسيط. مو معقولة تلبسي شي بسيط، انت يا آسيا بدك فستان كتير مرتب ولازم يكون أنيق، لأنه بدنا ناخد صور. أخيراً بدنا ناخد صورة واحدة مع بعضنا يا آسيا، بما أنه نحنا بدنا نحتفل لازم يكون كل شي من أحسن، وما هيك؟ طيب مثل ما بدك. عم حضر شوربة خضار، ابنك أوغور بيحبها ما؟ أوغور؟ هو ما بتفرق معه أبداً، رح يأكل اللي بتعملي. حياتي أوغور ما أحلى، شو إنه ولد مرتب ونظيف. قليلي هلأ وينه ماهر؟ نايم. على فكرة أنت وزوجك ماهر يا آسيا كتير دمكم بارد بهاي القصص. إذا كنت أنا وفكرت بدنا نتزوج مرة تانية كنت شفتينا طول الوقت بالمحلات قاعدين عم نشتري غراض. شو ساوي يعني، روح فيق الرجال بالغسل؟ شو بدك فيه، بيفيق لحاله وتركيه يرتاح، بيكون تعبان. صباح الخير أستاذ جمال، بدك قهوة شي؟ لا لا يسلم، وبدي أشرب مي بس. اطلعي على الحديقة. ما رح أطلع. أنا هنيك ورح أستناك. قال
كل شيء قبل ما يروح؟ لا هو ما حكى شيء. ما بعرف، حسيته حكى شيء قبل ما يطلع بصوت واطي. ما سمعته حكى شيء. بابا حبيبي شو صاير؟ عادي، وقع وهو عم يلعب ولوت بنطلونه بالوحل وكنت شايله مشان يغير ثيابه. عم بسأله لابني. آسف، بعتذر منك. أنا وقعت على الأرض وأنا عم ألعب بالطابة. عم توجعك حبيبي؟ لا. تمام، يلا تعال معي لشوف. ما عرفتك أنت وياها، نظرات وحركات ما نكون قليلينها. شو علي؟ آسيا وقفي شوي، ليش عم تركضي؟ آسيا ليش مستعجلة؟ هدي شوي. اللي شو بدك لشوف؟ طيب انت ليش هيك معصبة؟ الوقفة مللتني وقلت لحالي بيجي بتمشي معك شوي بس. هي خلص روح هلأ، بشوفنا حدا مع بعض. ايه وإذا شو رح يصير يعني؟ هنن بيعرفوا انه نحنا كنا جيران. حقك تخافي بعد هالنظرات اللي شفتها بينك وبين جمال، بس انت لازم تخافي من هاي النظرات حتى ما حدا ينتبه عليك. شو انت جنيت لتحكي هيك معي؟ عن جد مو معقول. عم بنصحك مشان مصلحتك. انا بدي مصلحتك وبخاف عليك من زمان، من ايام ما كنا بهديك الحارة. اذا ماهر انتبه على حركاتك مع جمال ابصر شو راح يصير. شو عم تحكي ولا؟ لا جمال ما في داعي. انت لا تتدخلي. ليك والله بكسر لك ايدك. معلم فهمتني غلط، ما كان قصدي، انا بس كنت عم بمزح مع آسيا. ليش من امتى بتمزح معه؟ اذا مره تانية بتضايق لآسيا ما بتعرف شو رح اعمل فيك. اسف معلم. اوعك تقرب منه. طيب معلم مثل ما بدك، انت بس فهمتني غلط، انا كنت عم بمزح معه مو اكثر. خلاص يلا انقلع، وهذا اخر تنبيه. روحوا لك. انت ضايقتي؟ اكيد انا ضايقت، ويلي عم يضايقني طول الوقت هو انت جمال. انا عم ضل متوتره من الحركات اللي عم تساويها معي طول الوقت بالبيت. طيب وهلا هاي اجيتي لنحكي؟ انا اجيت اقول هذا الحكي يا جمال مشان ما عاد تعمل هيك وتريح لي راسي. شو بدك ساوي يعني مشان تبعد عني وتحل عني بقى؟ طيب ماشي آسيا، هلا خلينا نحكي، في مشكله ولازم نحلها مع بعض. خير؟ زواجك من ماهر ضروري يعني؟ ليش بدك تتزوجي هلا؟ وانت شو دخلك؟ هذا الرجال ماله منيح آسيا، انتبهي وضعه مو كتير ظابط ويمكن يورطك معه، انا مش هانك عم بحكي. اذا قصدك على الدين فالمشكلة هلا انحلت، وماهر انسان منيح. ليش عم تدافع عنه؟ ها؟ انا ما كتير بوثق فيه، وكمان مو عاجبني وجوده مع اولادي طوال الوقت. انت ما رح تحتاجي بوجودي، انا معك وولادي انا بدير بالي عليهم. انت شو اللي عم تحكي؟ شو عم تقول؟ شو اللي بدك يا مني؟ بدك تفتح لنا بيت وانت متزوج هيلين؟ انت واحد مقرف، حل عني بقى، روح يلا. آسيا رح نتواجه يا جمال. شفت لي جمال شي؟ ايه مدام شفته من شوي، راح على الحديقة كان عم يعمل رياضة. آسيا انت فهمتيني غلط، خلينا نحكي شوي. خير شو بدك نجمي؟ عم اتصل مشان حذرك استاذ جمال، المدام هيلين سألت عنك وانا قلت لها انك بالحديقه، لهيك انا عم بنصحك انك تاخذ حذرك قبل ما تشوفكن. دير بالك معلم. لك هذا احقر انسان عرفته بحياتي. هيلين جايه لهون هلا،
تعالي معي أحسن ما تشوفك. من وراك عم تصير كل هالقصص، كل مرة بتعمل فيني هيك. جمال شو عم تعمل هون؟ شو بدي ساوي؟ عم تمشى شوي. امشي نرجع يلا. قلي جمال، ليش مبين عليك متضايق من الصبح؟ هيلين، يعني هيك بدك تضلك عم تسأليني طول الوقت؟ لحقتيني بالأسئلة، ليش تأخرت وليش ما رديت على الموبايل؟ ليش هيك ساكت؟ ليش متضايق؟ أسئلتك ما عم تخلص. ها بدك أكتب لك تقرير عن كل شي عم فكر فيه؟ ها خلص بكفي بلاها الأسئلة تبعك، رح اختنق. جمال شو عم تساوي هون؟ كنت عم دور عليك. صاير معك شي؟ قلي لي هيلين، يعني أنا ليش لازم أكون مبسوط؟ شو بدك؟ انزل أرقص معكم أتسلى؟ قلي لي شو بدك لأعمل؟ احكي. أنا ما عم بفهم عليك. هدول ما في عندهم هموم، صح؟ جاوبيني على هذا السؤال. هدول ما عندهم مشاكل بحياتهم؟ صار شي بحياتهم خلاهم حسوا بعذاب الضمير؟ ما بيحكوا لك عن همومهم؟ هذا اللي مخليني استغرب. كل إنسان في عنده مشاكل، هدول غير كل البشر. ما عم بفهم، يعني أنت في عندك شي مشكلة؟ هون حياتك كتير مريحة، في عندك حبيبة حلوة وعندك رفقات كتير زراف. قلتي لي رفقات زراف؟ هيلين أساساً هدول مالهم رفقاتي. أنت شفتي الشباب يلي كانوا بحارتنا؟ لا، هدوك رفقاتي مو هدول. طيب شو المانع تعزم رفقاتك لهون ونتسلى كلياتنا؟ بعدين جمال، أنا كم مرة قلت لك لازم تعرفني على قرايبينك ورفقاتك؟ قلت لي إنك ربيت بالميتم بصغرك وما تعرفت على أبوك وأمك، وما هيك ليكك صرت رجال ووقفت على رجليك. ليش دائماً بحسك شارد ومو مرتاح بشي؟ يعني ما كان في ناس قريبة منا؟ بلا، كان في، بس أنا اللي تركتهم هنيك لحالهم. عم بحكي عن جد؟ يعني كل الناس اللي كانوا يحبوني هلا ما بيتمنوا يشوفوني ابدا. شفتي قديشني انا بطل؟ والله انا كثير بعجبك، خصوصا بهالقصص. انا كل يلي بيحبني بعمل المستحيل لحتى يصير يكرهني، وبرجع بضل لحالي. ذكي كثير. وليش تركته؟ لاني واحد اناني وواطي وما بفكر غير بحالي، لهيك تركته. شكلك اليوم كتير متوتر ومتضايق جمال. ما فوت لجوا، بلكي بتقدر تنام، أكيد وقتها بتفيق مرتاح. ليش النوم بينسيني؟ أكيد لا. أساساً أنا شو اللي عم ساوي هون؟ ما بعرف، أنا مو فهمان شو عم بعمل.
وتطلعي كيف صايرة حالتي. شو عم ساوي بحالي عن جد ما بعرف. بس أنا حبيبتك جمال، معقول ما فيني ساعدك بمشكلتك؟ بس مشكلتي كتير صعبة وما بظن حدا بيقدر يساعدني. أنا متضايق طول الوقت وعلى طول هيك، ما عم بقدر أرتاح. يعني أنت كيف رح تساعديني؟ لا تزعلي مني هيلين، بس هي هي الحقيقة. أنا بدي روح. جمال أنت ما فيك تتركني من جديد. جمال أنا ما رح أسمح لك. قلي شو فتح عيوني؟ لا استنى، طول بالك لسه ما خلصت. يلا أقور بسرعة. خلصت، صار فيك تفتح عيونك أبي. فيني فتح؟ ايه فتحهم. طيب ماشي. يا سلام شو حلوة، كتير حلوة. بتجنن مو هيك؟ أمي شوفي شو عملت إلي ولأبي، شو رأيك مو حلوين؟ إيه أكيد بتجنن، حلوة كتير يا روحي. شو رأيك أعمل لك وحدة؟ برأيي أنا خلينا نعمل لها طوق من الورد. طيب ماشي، بس أنت بدك تساعدني فيه. إيه اتفقنا. أجور تعال شوي حبيبي. أول شي خليني أعمله وبعدين بتعملها. تعال عندي حبيبي. بديك تعرف اللي بده يصير بيني وبين عمو ماهر هو مانو حقيقي، فهمت علي؟ كيف يعني؟ انتو غيرتوا رأيكم؟ لا نحنا ما غيرنا رأينا، يعني مو نحنا كنا عم نمثل مشان يفكروا انه ماهر أبوك الحقيقي ومشان يفكروا انه نحنا متزوجين، وهلأ عم نعمل هيك مشان يصدقونا أكتر، فهمت علي؟ يعني زواج مو حقيقي، نحنا هلأ بدنا الكل يصدق، يعني نفس القصة يلي كنا عم نساويها، فهمت هلأ؟ تمام أنا فهمت، يعني انتو قدام الكل بدكم تمثلوا انه رح تتزوجوا وانا رح البس بدلة رسمية. اكيد رح تلبس بدلة. طيب اذا هيك خلص اتفقنا. تمام. امي انتي بدك تجيبي لي اكلات طيبة؟ يا روحي رح يكون في اكلات طيبة. طيب ماشي اذا هيك اتفقنا. طيب يا قلبي يكرم عيونك الحلوين. بدي جاتو. يلا يلا تعال. يا حزرك شو نحن بدنا نعمل هلأ بالضبط؟ أول شي بدي روح الحمام. طيب يلا روح. أوف يا شو القصة؟ يا ريت الزواج ما كان تمثيل وكان حقيقي. كيف يعني؟ يعني كنت بتمنى أنه تتزوج أنت وأمي وتصير أنت أبي، وهيك منضل كل العمر عايشين سوا. وأنا بدي نضل سوا، ما بدي أترككم. عن جد شي بيضيق الخلق. لا والله برافو عليهم، بعتولي الموعد بهي السرعة. موعد شو هاد؟ ما أنا طلبت موعد مشان فحص السرطان وهلأ بعتولي الموعد برسالة على السريع. والله فحص شو هاد يا بنتي؟ ومين يلي قالك تعملي فحص دوري؟ هذا عادي ما في شي بخوف، مو الدولة عم تعمل فحص مجاني لمرض السرطان. والتشخيص المبكر كتير مهم، لهيك قلت لحالي خليني روح أعمل الفحص، يعني شغلة عادية. شو هالقصة؟ خليني أقرأ لك شو مكتوب. ليك هي البروشورات يلي وزعوها. اسمعي، النساء من عمر 35 لل60 من الضروري يعملوا الفحص كل 5 سنين، والنسوان بين عمر 40 لل69 من الضروري إنهم يعملوا الفحص الدوري كل 2 مرات. أعطيني شوي لشوف. يعني الدولة عم تعمل هلأ هذا الفحص بشكل مجاني؟ ايه فحص مجاني، وعم يبعتوا الموعد بشكل فوري. وأنا كمان لازم أعمل الفحص بما إنه هيك كاتبين؟ ايه والله أنتي لازم تعملي، وأنا لهيك كنت عم قلك عنه. يا ربي دخيلك، أنا واجعني راسي كتير من هاي الضجة، بده يضل البيت قايم قاعد هيك طول اليوم. مرحبا مدام، لا تواخذينا، كنت بدي أسألك عن الطريقة اللي لازم ننظم فيها الصالون. هلأ بدنا نجيب الطاولة مشان كتب الكتاب، وين نحطه؟ أنا ما بيهمني أبداً وين بدكم حطوه، بعدين بدك تروح تسأل أصحاب العلاقة. تمام، أنت قليلي مين هن أصحاب العلاقة؟
والله ما بعرف مين بالضبط، روح اسألها. ها ليكا لهيلين، انت وين كنتي يا بنتي؟ ورطينا بهي الكركبة اللي عم تصير بهالبيت، الشباب بدهم يعرفوا شو بدهم يعملوا. أنا ماني كتير رايقة اليوم، انتي شوفي شو بدهم. شو هاد يلي عم تقولي؟ هيلين وقت كنا عم ناكل قلتي رح تتكفلي بالموضوع، هاد كان اقتراحك، لهيك بتشوفي شو بده هاد الشاب. هاد كان اقتراحك، ما حدا ضربك عايدك. أمي أنا عم قلك إنه ماني رايقة، أنتو ليش بتحبوا تكبروا الأمور؟ هذا الموضوع أنا ما دخلني فيه، أنا رايحة على غرفتي، بدي ارتاح شوي، خبريني بس تخلصوا شغلكن هون. وأنا كمان في عندي شغل كتير، خبروني بس تخلصوا شغل، يعطيكن العافية. لو سمحتي مدام، الطاولة تبع كتب الكتاب وين بدنا نحطها بالضبط؟ الأمور الثانية نحن منعرف نحلها لحالنا. طيب تعال نشوف وين بدنا نحطها. العمى شو هاد؟ رح أتجمد من بردي. يعني هذا وظفني شوفير عنده ولا جابني لحتى وقف جنب الشجر بهالحديقة؟ العمى شو هالشغل اللي معدت؟ الظاهر بدي أتعذب كتير. قلي شو هالحركات؟ ها؟ لا تكون مفكر فيك تلعب معي. لا ولو يا معلم، شو هالحكي؟ أنا كنت عم بمزح معك مو أكتر، قلت خلينا نعمل شوية أكشن لأنه الوضع هون بملل. ليش مين أنت حتى تمزح معي؟ أنت لسه ما بتعرفني، أنا يلي بيلعب معي أكيد بيطلع خسران. عم تفهم يا زكي؟ ولا أشرح لك بطريقة تانية؟ إذا بتحاول تعيدها وقتها روحك رح طالعها، أوعك تغلط معي مرة تانية. عم تفهم؟ عم بفهم طبعا معلم، آسف حقك علي، صدقني أنا ما قصدت ضايقة. بس معلم ما كان في داعي تحكي معي هيك قدام آسيا، أنت حكيت معي بطريقة كتير قاسية وأنا في عندي كرامة لازم تفكر فيها. شبك روق شوي. أكيد أنا ما رح بيعك، أنت لسه بتلزمني كتير. يبدو أنك أخذت وش زيادة نجمي، خلاص. مرحبا يا ابني، مبروك شغلك الجديد. شكرا يا بيك، الله يخلي لنا الأستاذ جمال، هو اللي وافق يوظفني عنده. وخير ما عمل، لأنه نحن كنا محتاجين شوفير هو من شان بنتي وكنايني، إذا حبوا ينزلوا على السوق أنت رح تاخده. أنا جاهز يا بيك لكل شي بتأمروا فيه. أنت وين ساكن يا ابني؟ قال لي بيتك قريب. أنا لسه ما لقيت بيت، أنا لحد هلأ ساكن بالأوتيل يا بيك. انت شو عم تقول نجمي؟ ما بصير هذا الحكي، السائق اللي كان يشتغل عنا قبلك كنا مسكنينه هون، وانا بدي اياك تضل معنا، فكرت رح يرتب الموضوع. يعني اذا الاستاذ جمال بيوافق انا ما عندي اي مشكله. مزبوط عمي، خلينا نسكنه هون، وهيك امتى ما طلبناه منلاقيه جاهز طول الوقت. انا بتشكركم يا بيك، وبوعدك ضل جاهز دائما. ماشي، برافو عليك. أنتي منيحة؟ أنا ماني منيحة آسيا، وإذا ما حكيت لشي حدا أنا على الأغلب رح جن. طيب قولي لي شو الموضوع؟ you
طلع في مرة تانية غيري بحياة جمال. جمال هيك من زمان بضل عم يفكر وشارد وصافن، ما بعرف كيف بدي اشرح لك. بيترك مسافة مع كل الناس، بيحاول يبعد عن الكل، بيحب يضل وحيد. بالبداية ما كنت كتير اتضايق من هذا الطبع، كان على طول يقعد لحاله وحكيه قليل، كانت شخصيته غامضة. تخيلي كان هالشي عاجبني، غموضه جذبني. فكرت إنه مع الوقت رح يتغير، خاصة بعد ما يتزوج بصير قريب من مرته وبيعبر لها عن مشاعره. بس هو ما تغير ابنه وضل على وضعه، كان يضل متضايق ويعصب وينفعل. نحن غيركن انتي وماهر، انتو كتير قراب من بعض لدرجة اني بغار من علاقتكم. نحن من لما اجينا على هالبيت من اول ما وصلنا وجمال صار بعيد عني لسه أكتر من قبل، صار يشرد أكتر، حتى تفكيره زاد وعلى طول متوتر. بتحسي شايل هموم الدنيا كلها على ظهره، وفي موضوع مضايقه وما عم يقدر يرتاح بنوب. أنا حاسة إني رح أخسر زوجي يا آسيا. أنا لقيت فاتورة بجيبته كأنه مشتري هدية لوحدة غيري. إذا بدك تقليلي مشتريها لإلي فهذا شيء مستحيل، لأنه في عندي حساسية من الفضة وجمال بيعرف هذا الحكي. مو معقول، أنا عن جد ما كان لازم أفتح هذا الحديث قدامك، وخاصة بهذا اليوم المهم عندك، وانتي تركتيني أحكي وأنا يبدو شردت شوي. ماهر بيحس بالناس مثلك تماماً، بيحب يسعد الكل من دون تفكير وحساب لدرجة ما بيفكر بحاله. وعلى فكرة أنتوا الاثنين كتير بتشبهوا بعضكم ولابقين لبعض كتير. تسلمي. هلأ هذا الحكي مو وقته، أنا وجعت لك راسك. عادي رح أقدر لاقي حل، وبدي أعرف مين هي المرأة. أنتي انسي كل هذا الكلام ومبروك. أنا هلأ رايحة كفي الشغل، ونرجس بدها تساعدني، ما رح أتركها تنفض مني. لحد هلأ بعدني محتارة وما بعرف أي فستان بدي ألبس على الحفلة. هلأ هاد شايفته كتير حلو. شو رأيكم بهذا الموديل حلو؟ كأنه مبالغ فيه زيادة عن اللزوم، وهذا التاني ناعم وبسيط، إذا حطينا عليه إكسسوارات بظن بيطلع حلو كتير. طيب عطيني رأيك، فكرة أي واحد أحلى، هاد ولا هاد؟ برأيي صرتي سلفة عروس على الدمير، يعني لازم تبيني بالحفلة مثل الأميرات، والمفروض تلبسي أحلى فستان عندك مشان تطلعي مميزة يا عمري، وتصيري ترقصي بالحفلة هيك وتهزي كتافك هيك هيك. شو رأيك؟ فكرة أنت لازم تساعدني، مو شايف كيف متوترة ومحتارة وما عم أعرف شو بدي ألبس؟ شو ها؟ لا تردي على فكرة يا بنتي، خلص البسي اللي بيعجبك. فكرات؟ أنت شفت فستان حماتي؟ راحت اشتريته خصوصي مشان تحضر فيه عرس ابنه.
ايه حبيبتي، شوفي كيف مبين عليها روزة الحماية وبلش العز يبين على وشها. طلعي حتى طالعة مثل الأكابر، طبعا هي أم العريس. خلاص يا ولد، يعني هلأ إجا دوري بالمسخرة تبعك. يكون بعلمك مهما حاولت تتمسخر ما رح تقدر تعصبني، لأني اليوم فرحانة كتير بعرس ابني يلي كنت عم بستناه من سنين، ورح ألبس وزبط حالي على الآخر، مو هيك حبيبي علي؟ ايه ستي مزبوط. علي جان، شو بدك تلبس يا ابني؟ تركيني بحالي، أنا ما بحب أحضر هيك مناسبات وأصلاً مالي خلق. من كل عالك عم تحكي؟ هاد عرس عمك مو أي حدا. يلا قوم جهز تيابك لشوف. يلا قوم قوم حبيبي. كأني عم بحكي معك، قوم. شوفوا كيف مو عاجبه الحكي وعم يتقفف كمان. فكرت؟ ايه عم فكر أعمل مفاجأة للعرسان بس تخلص الحفلة. نجيب ماهر وآسيا لعنا على البيت ونعمل حفلة خاصة فينا، نضل نرقص للصبح، شو رأيك؟ شو هالفكرة يا جلسوم؟ أخي ما رح يقبل بهيك اقتراح. إذا ما قبلوا نحن منرقص. أوف، احكي مع ابنك، إلي زمان ما حضرت حفلة ومو مصدقة حالي إني رح أرجع ألبس وأتمكياج، مو من حقي أرقص وأنبسط؟ آه؟ شوفي يلا فكرات تطلع فيني وساعدني، أنا محتارة وما قررت أي فستان بدي ألبس، ساعدوني. أوف آسيا وقفي اسمعيني شوي. اصحك تلمسني مرة تانية. لا ما رح أرضى بهالكلام آسيا، لازم نحكي. مو عكيفك. إذا سمحتي حطيه بالمطبخ، إن شاء الله يكونوا عاملين الأكل ظريف مثل ما طلبت. إن شاء الله. انتبه على مهلة، شبك كنت رح توقعها. طيب احمل الأغراض منيح. ست هيلين، حاسة هدول الناس ما رح يعرفوا يرتبوا الحفلة، خليني أنا أشتغل. جولسوم رجاءً، نحن حكينا بالموضوع، هو أنتو ما رح تشتغلوا شي، هنن رح يرتبوا كل شي، خلصنا لا تخافي. طيب. أمي يا روحي، أقول رح يلبس بدلة بالحفلة وأنا كمان بدي ألبس مثل أمانة، جيبي لي وحدة. منين طلعتلي بشغلة البدلة هلأ؟ ما فيني كتير مشغولة. أمانة ماما جيبي لي وحدة بترجاكي، أنا كتير حابب ألبس بدلة مثل أوغور. دخيل قلبه كتير حابب يلبسها. شو رأيك تروحي على السوق وتشتري له بدلة؟ حرام لا تزعلي، وأنا بضل هون بهتم بالشغل. إيه معك حق، ما رح زعله بهاليوم. معناتها لأروح جيب شنطايتي. تعال حبيبي تعال. من أمتى بتحب تلبس بدلة؟ احمليهم وحدة وحدة ولا تحطيهم فوق بعض، هيك الأكل بيتخبص، هاد مو شغل. معلش يا أخي تنتبهوا وتحملوا كل صحن لحاله، وما في داعي إنكم تستعجلوا، يا ريت تشتغلوا بطريقة منيحة. شو هالشغل كله فوضى؟ رح فوت لجوا لشوف شو عم يخبصوا كمان. شو هالمنظر يلي بجنن؟ والورد والشموع البيت طالع كتير حلو يا نرجس، حاسة حالي بفيلم سينما. بصراحة أنا غرت وبدي أقول له لفكرة يعمل لي عرس تاني. لا تحط هالمزهرية على الطاولة كتير كبيرة، رجاء حطها هونيك لو سمحت. ايه يي. شو عم يصير هون؟ عم ما بتعرف انه اليوم عرس امي وابي، لهيك عم يزينوا البيت بكل هالورد والشموع؟ اتركيهم يكملوا شغلهم هون، خلينا نروح لعند العروس. آه لازم نروح. أوغور لا تخلص شحن التليفون، بلكي بابا اتصل فينا منشان ما يقلق علينا. ماشي. أوف ما عم بقدر أربح بهاللعبة، بس رح فوز هلأ. شو صار؟ لساتك عم تخسر؟ ما عم بقدر فوز يا عمو، إذا ضليت أخسر هيك ما بيعطوني مراحل. عن جد؟ طيب أعطيني لشوف إذا بربحها أنا. خدو، أصلاً أنا عطشان كتير ورايح أشرب. ماشي. طمني فزت باللعبة؟ والله يا حبيبي هاللعبة صعبة كتير، خد العب وحاول تفوز انت. ماشي انا رح حاول فوز. يا حلو شو رأيك تقوم من هون؟ بدي رتب الصالون، لسه عنا شغل كتير. اوف ما حدا عم يهنيني بهاللعبة، الكل بيضل يقومني.
ما شاء الله، شو عم يصير هون؟ ليش كل هالورد؟ كأنه في حفلة. نجمي مرني سيد جمال، لوين بتحب تروح؟ ما بدي تسوق، هات المفاتيح. بس يا معلم ما بصير انت تسوق، انا توظفت هون لحتى اكون شوفيرك. نجمي اعطيني المفاتيح.